بهدي أغنية للهلال أبو اليوم أو بقول لكم صدق ونطق النظم وقال الذوق والفهم في الهلال صدق ونطق ونظم وقال الذوق والفهم في الهلال. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حباه الله يعني بحبه، منذ النشأة كان مهموما بالوطن وحب النجوم لفريق الهلال. وعلى الرئيس الأبرز طبعا في الخارطة الطيب عبد الله، الاسم محبب. كرة اللعب خطرة أمام المدرسة، الجول حط الجول. الهلال هو أساسا كان نادي للحركة الوطنية. دخلت الخرطوم القرن العشرين كما لم تدخله مدينة أخرى، بعد أن استوعبت الحياة الجديدة
والإنسان الجديد الذي هاجر إلى المدينة وكاد أن يتوه وسط زحامها وضجيجها، أو الذي ولد فيها وسعى المستعمر إلى استلابه، غير أن الوعي كان حاضرا في قلوب ووجدان هذه الأمة. بعد ثورة العبد القادر والحبوبة جاءت جمعية اللواء الأبيض لتعيد الأمل إلى النفوس والقلوب، وفي تلك الأثناء اجتمع نفر من قادة الحركة الوطنية في ليلة ولد فيها الهلال ليصبح هلالا للوطن في وطن اختار أن يكون وطنا للهلال. بعد عام 1924 وجمعية اللواء الأبيض أيضا ظل عدد من الخريجين يجتمعون في نادي الخريجين، على رأسهم حمدنا الله أحمد ويوسف المامون وبابكر مختار تاتاي وأمين بابكر ابن الشعب ومجموعة من الخريجين، وكانت تحدوهم آمال في إنشاء نادي لم يختاروا له اسما حتى يستطيعوا أن يمارسوا لعبة كرة القدم عبره وأن أيضا يلتووا فيه. كانت الفكرة والاجتماعات مستمرة في منزل حمدنا الله أحمد بحي الشهداء، وكانت الفكرة أن يقوموا بتأسيس نادي إسوة بالأندية التي سبقتهم في التأسيس، المريخ، المورة، دبري وغيرها من حتى يعني الأندية أو فرق كرة القدم على مستوى الأحياء خلال تلك الفترة. طرحوا في اجتماعاتهم يمكن 4 أسماء عشان يختاروا منها اسم نادي، اللي هي الأهلي والنيل والخريجين وأم درمان. ولكن في مغربية وهم بعد ما صلوا صلاة المغرب كان هلال رجب قد بزغ للعيان، ويمكن جاء المقترح من الرئيس الراحل حمدنا الله أحمد حينما قال فلنسميه الهلال، والتقط الخفاز صالح رجب وشغيق آدم رجب ومجموعة الحضور وأكدوا أن اسم الهلال اسم مناسب لهذه التسمية. وبالفعل كان ذلك في 22 فبراير 1930 تحديدا، ومن ثم تم كتابة خطاب رسمي بتوقيع يوسف المامون لحكمدار منطقة أم درمان لاختيار الاسم واللونين اللي هم تم اختيار اللون الأبيض واللون الأزرق، ولهم مدلول ورمز. اللون الأبيض هو سطوع الهلال في منتصف زرقة السماء، واللون الأزرق هو عن صفحة السماء الزرقاء. وتمت الموافقة في 31 مارس 1930 باختيار الاسم لنادي الهلال واللونين كشعار الأبيض والأزرق. هي الألوان تيم عباس قالوا انه طبعا كان في قاعده في بيت ناس من رجب وحمدنا الله احمد رحمه الله عليهم، فقام بجلسه بتاعت شاي ونازلين يختاروا الاسم، وفي كان الكلام ده في امسيه، وكان القمر الهلال الظاهر، وجات اخت حمدنا الله احمد رحمه الله عليها انه
قالت لهم انتم محتارين في شنو؟ قال انا محتارين في الاسم على اساس انه دارين اسمي تيم نزات. قال لهم طيب انتم ما تسموه الهلال، وذاك الهلال ظاهر فعلا من هذا الوقت، كان من هذا البيت في الشهداء في الملازمين تسمى تيم الهلال. هي التسميه ذاتها ما يعني فيها انتماء كبير جدا باعتبار انه الشعب السوداني كله او معظم شعبي مسلم. الهلال ذاته واحد من الرموز الاسلاميه، الاسم محبب، واختيار الازرق والابيض معبر جدا باعتبار السماء، وجود الهلال، القمر، النيل الازرق، النيل الابيض، فكل حاجات مرتبطه بالسودان، مرتبطه بالارض، مرتبطه بجذورك، وبالتالي انت ما بين الارض والسماء والهلال موجود. ف افتكر انه موفقين يعني من اسسوا الهلال ومن اختاروا هذا الاسم واختاروا الشعار، عشان كذا الشعار قدر اسمه. لقد كان الهدف واضحا وان بدا مستترا، ان تستخدم الحركة الوطنية الرياضة لاستعادة الوعي بعد أن استخدمها المستعمر لتغييبه. ظلت الاجتماعات تترى، وظلت يعني المستعمر يراغب، وظل الهلال هو محط أنظار الخريجين، لأنه أول يعني أوامر تأسيس له دستور للنادي يعني جعل صفوة الخريجين هم من يلتحقون بهذا النادي العظيم. ولعب نادي الهلال منذ تكوينه دور يعني راس الرمح في الحركة الوطنية وقيادتها، يعني حتى انه يعني عدد من الذين ينضموا لنادي الهلال، احمد بابكر قباني اضافة للرعيل الاول، هم من يعني فازوا في مؤتمر الخريجين وتبووا مراكز قيادية، جمعوا ما بين السياسة والرياضة، ومن هذا المنطلق كان نادي الهلال هو الذي جاهر يمكن بوضع الأسس الكفيلة يعني بمناهضة الاستعمار. لذلك تعرض أفراده لمزيد من المضايقة يمكن والنقل خارج الخرطوم. الهلال هو أساسا كان نادي للحركة الوطنية، الإنجليز كان مانعينهم يجتمعوا، فقدموا طلب على أساس أنه يكون في نادي كورة. في ظاهر الأمر وفي باطن الأمر هو كان للتجمعات والشغل السياسي. الهلال منذ النشأة كان مهموما بالوطن، ونشأة الهلال وتكوين الهلال هي استجابة لهموم الوطن، لأن الهلال كان يمثل الخريجين في ذلك الوقت، كان يمثل الطبقة المستنيرة، وبالتالي كان يجب أن يكون لهذه الطبقة المستنيرة منذ عام 1930 عندما تم الإنشاء، وقبل ذلك 1930 كان الإنشاء، ولكن السعي الدؤوب من أجل طرد المستعمر ومن أجل حشد الطاقات وبناء الطاقات حتى يحظى هذا البلد العظيم باستغلاله، كان للهلال القدح المعلى والدور الكبير، وكل الأسماء التي تعاقبت على إدارة الهلال كان لها سهمها وكان لها نصيبها في الحركة الوطنية، منهم من شغل مناصب عليا في الدولة ومنهم من اكتفى بالمنصب الرياضي. لما نقفل نادي الخريجين تحول كل الخريجين لاجتماعاتهم في نادي الهلال، فأصبح نادي الهلال هو نادي الحركة الوطنية. قام على أقطابه كبار اللاعبين وكبار الأسماء المميزة في تاريخ الكرة السودانية. الهلال ده يتولد جماهيري، يعني حب الجمهور له اللي هو موجود الليلة ما ولد اليوم. يعني النادي ممكن نقول نادي القاعدة الجماهيرية الكاملة، نشأته كانت في فترة بتاعت نضال ضد الاستعمار، مؤتمر الخريجين هو كان برضو نادي طبقة متعلمة مثقفة وطنية حاربت لاستغلال السودان. الهلال طبعا من أكبر ميزاته في النشأة
إنه هو واحد من الأندية السودانية القليلة اللي معروفة نشأته تاريخ النشأة ومن أسسه يعني من هو أول رئيس السودان وهو نادي الفكرة. يعني الهلال لم يقوم على أساس رياضي، قام على أساس فكرة اللي هي تجمع عدد من الخريجين، فكرة أساسا سياسية لنصرة الشعب السوداني، مثقفي الشعب السوداني أوائل الخريجين اجتمعوا في منزل حمدن الله ثم كونوا فريق نادي الهلال عشان يكون منطلق. كانت كرة القدم هي رأس الرمح وقوة الدفع الرئيسية في حركة الهلال نحو تحقيق أهدافه، ومن رحم تلك الرياضة الشعبية الأولى ولد عباقرة ذلك الزمان من جيل العظماء والأجيال اللاحقة. على الرغم من أن كرة القدم السودانية كانت وما تزال منجما لا ينضب ونهرا متدفقا من العطاء المتجدد، إلا أن السوبر ستار كان دائما هلالبيا شكلا وموضوعا. فقد قدم هلال الوطن في بداياته اللواء محمد طلعت فريد أول لاعب كرة يتولى منصبا وزاريا بعد أن أصبح وزيرا للاستعلامات والعمل في حكومة الفريق إبراهيم عبود، وكذلك الأمير صديق منزول الذي كانت تنسج حوله الأساطير والقصص التي كانت أشبه بالأحاجي، وصار أول لاعب كرة يترقى في السلك الإداري إلى أن أصبح نائبا للمراجع العام. أما الكابتن سليمان فارس فإنه أول من أطلق عليه الإعلام المصري لقب السد العالي حتى قبل أن يكتمل بناؤه، عندما كان لاعبا مدافعا بالأهلي المصري في أوائل ستينات القرن الماضي. استقطب الهلال النجم الهندي الأصل السوداني المولد والجنسية من ميشاه الذي أصبح أول لاعب أجنبي يبزغ نجمه قبل أن ينتقل إلى لندن ليعمل بالمحاماة حتى وقتنا هذا. وجاء بعده الأسطورة دي جاكسا أول لاعب في الشرق الأوسط يأتيه عقد احتراف من الأرجنتين، وأول لاعب أيضا تستخدمه شركة موبيل أويل العملاقة في حملتها للترويج لمنتجاتها. وأعقب هذا الثنائي الرمح الملتهب علي جاجارين أول لاعب كرة يترقى في السلك الدبلوماسي لدرجة السفير، وأول لاعب كرة يسجل هدفا يفرتق الكورة. وخلفه اللاعب مصطفى النقر وأول لاعب كرة يصبح مضرب مثل في تخويف الخصوم الرياضيين وغير الرياضيين من خلال العبارة الشهيرة النقر جاء. ثم وزير الدفاع طارق أحمد آدم أول لاعب يدخل المجلس الوطني ويجلس تحت قبة البرلمان قبل أن يظهر البرنس هيثم مصطفى بالتزامن مع الملك فيصل العجب، فأصبح البرنس أول أمير يحكم الملك كرئيس للاعب الفريق القومي. لكن في جميع الأحوال يبقى الصقر السوداني الأسود سبت دود مور أول حارس مرمى يبهر العالم، فجعل الكثيرين يظنون إنه من طينة غير طينة البشر، أو قل رجل من المطاط لرشاقته وخفته وقدرته على الطيران خلف الكرة. الهلال حباه الله يعني بفضله، ويمكن بحب الناس للهلال وحب النجوم لفريق الهلال، لذلك المناخ والأجواء اللي بيعيشها للاعب في نادي الهلال والزخم الجماهيري والإعلامي يعني يمكن بيكون مناخ صالح للاعب للإبداع، إضافة لأنه نادي الهلال يعني جبل عبر تاريخه الطويل
ما بيسجل اللاعبين من طرف، يعني لا بد من تمحيص ولا بد من تدقيق. عشان كده يمكن توالت السلسلة الذهبية لنجوم الهلال، يعني يمكن من عهد ما قبل صديق منزول، يعني محمد حسين شرفي، ويمكن جاء امتدادا اليوم ناصر صديق منزول. نحن النجم، بنقول النجم نجم، يعني مش شرط يكون في الهجوم يعني، لكن السوبر ستار البتانيو، إن كان نحن ركزنا على المهاجمين فعلا الهلال مرة بسلسلة، بدءا يعني يمكن من شرفي وصديق منزول، ويمكن زكي صالح الوسط، زكي صالح وجو من بعده يعني هدافين صديق محمد أحمد، ومرورا يعني يمكن بتلك الأجيال حتى عهد جكسة الأسطورة، وعهد عز الدين الدحيش، وعلي جاجرين الروح الملتهب، ومصطفى النجار، وهيثم مصطفى، ووالي الدين، وانتقلت المسألة حتى الجيل الحالي. طبعا احنا الجيل العاشر عز الدين عثمان الدحيش وجاجرين والضب والجيل ده، يعني ديل الناس يعني الواحد بيذكرهم بكاسات، لأن صعب كاسات وذهب وكده، وكانوا حقيقة اللاعبين. وبرضه كان في المريخ، يعني أنا لو سألوني ألعب سوداني شفته في حياتك بقول كمان عبد الوهاب، اللي هو لعب المريخ كان في نفس الجيل بتاع ناصر فوز المرضي. طبعا بلا شك العملاق صديق منزول، زكي صالح، سبي الدودو، خالد السيهام، أنيس زكي، ديما الصغير، موسى اللي كان دوره لاعبها لصبحي، صبحي معدي، ماشي صبحي، ماشي صبحي، كرات الهقية، ذاكرة الهلال ولا هلا، وكشوفات الهلال ولا هلا عامرة بالمبدعين منذ القدم. أنا يعني لا أحرص كثيرا على ذكر الأسماء حتى لا يعني أغمض حق شخص، ولكن كلنا نسمع بجكسة، ونسمع بجاجرين، ونسمع بالمبدع محمد حسين كسلة، وهذا الإبداع توارثه لاعب الهلال جيل عن جيل. الآن في صفوف الهلال كثير من المبدعين الشباب الذين يستطيعوا أن يقدموا لسنوات ولسنوات قادمة. ففي الهلال الآن دائما نحن نقول أن الهلال يعني دائما ما يكتشف الكنوز ويكتشف المواهب، ويحدث هذا العناق بين الموهبة الفطرية وبين هذه اللوحة الخلفية الجميلة التي تعطي الأشياء جمالها وألقها الهلال العظيم. أبو الكباتن الكابتن عثمان الديم عليه رحمة الله، توفى قبل أيام قليلة. الكابتن صديق منزول، الانضباط والروعة كرة القدم، الحزم، القيادة، وكل مواصفات الكابتن. المدرب داخل الميدان هو برضو ممكن نديه الجزئية دي. الكابتن علي جاجرين على عهد قريب جدا، الكابتن الأبرز هيثم مصطفى سنوات طويلة جدا، بأعطاء سر جدا. يعني كل لعبة الهلال يعني أنا شاركت معهم، يعني أمثال علي جاجرين والدحيش ونصر الدين عباس جكسة والفاتح النجر أخوي، يعني شقيقي أنا كنت معه برضو في نفس المحجوب الضبط، وابو العز، يعني ديل كل اللاعبين ديل ومعظمهم كانوا ديل في ممكن يكونوا في الامارات. مهند طاهر يملك قدم يسرى، يملك مهور، يوطو على جمال هذه الكره، مازال الهلال يتقدم ويسجل بنجاح، يسجل بنجاح. حقق الهلال إنجازات تفوق الوصف على مستوى البطولات المحلية، لكن حظه كان عاثرا في مشاركاته الخارجية. فالهلال أول فريق عربي يشارك في بطولات الأندية الأفريقية، وكان أقرب لتحقيق أول فوز بها في عام 87 من القرن الماضي، ولكن تعنت الحكم المغربي لاراش أهدى البطولة على طبق من ذهب لأصحاب الأرض بنقضه لهدف صحيح وسليم.
الأمر الذي جعل أصحاب الضمائر الحية يعيدون للهلال حقه ولو من ناحية معنوية بعد 30 عاما من ذلك التاريخ. كانت مشاركة الهلال عام 66 كأول نادي سوداني وأول نادي عربي يشارك في بطولة الأندية الأفريقية للأبطال. بطولة الأندية الأفريقية للأبطال معروف أنه كانت النسخة الأولى عام 64 وفاز بها يونيون دوالة، وكانت مكونة من 4 أندية فقط. النسخة الثانية 66 يعني يمكن شارك فيها الهلال وكأول فريق سوداني وعربي بعد ما يعني فاز ببطولة كأس السودان على مستوى القطري، يعني كانت في منافسة اكتسحها فريق الهلال ومثل فيها يعني، ويمكن كانت أول مباراة للهلال أمام الأسمنت الإثيوبي، ويمكن كانت خارج السودان وفاز فيها الهلال 4-1. أول هدف في تاريخ بطولات أفريقيا أحرزه سيري جمل ونحييه بهذه المناسبة. ويعني جاءت كرة الرد وفاز الهلال 6-1 وأقصى فريق الأسمنت الإثيوبي، ثم انتقل للكونغو برازافيل ليلاقي فريق البطل اللي هو شياطين الزرق، وانتهى اللقاء 4-1 للهلال في برازافيل، وفي السودان انتهى ايضا 6-1. وصل الهلال الى ملاقاة فريق استاد ابيديان يمكن اللي هو في دور قبل النهائي، وفاز الهلال هنا بإستاده بهدف أحرزه عبد المحمود إبراهيم، وكان لقاء الرد اللي خسروا الهلال 4-2. يعني خرج الهلال من المنافسة بخسارة 4-3 بمجموع اللقاءين، وحاز الهلال في تلك النسخة على المركز الثالث. يعني دي يمكن كانت أول مشاركة. من المشاركات التي تألق فيها نادي الهلال ووصل كأول فريق سوداني إلى نهائيات كأس الأندية الأفريقية الأبطال عام 87 أو عام 92. عام 87 يمكن بدأ الهلال مشوار رائع جدا، يعني تمكن من التقلب على عدد من الأندية ووصل النهاية أمام الأهلي المصري، وانتهى لقاء الذهاب هنا في الخرطوم بالتعادل دون أهداف، واللقاء النهائي على الكأس بحضور الرئيس المصري السابق حسني مبارك واقتصى الاستاد، وكان الحكم المغربي لاراش موجودا يومها، والهلال بالزي الأبيض الكامل والأهلي بالأحمر الكامل. وللأسف قدم الهلال ملحمة كروية رائعة، ورغم هدف العكس الأحرز الثعلب في شباك الهلال كفل التقدم للأهلي، إلا أن لاعبنا الفز وليد طاشين تمكن من إحراز هدف رأسي كان هدفا تعادليا، وربما تغيرت مجرى المباراة، لكن الحكم لاراش ظلم الهلال ولم يحتسب هذا الهدف، وتمكن أيمن يونس من إحراز الهدف الثاني للأهلي لتنتهي المباراة 2-0. وكانت آخر مباراة للكابتن محمود الخطيب، أعلن بعدها الاعتزال، وهو لا زال يتذكر ويعتز بهذا اللقاء التاريخي بين الهلال والأهلي في كل لقاءاته. أثبتت الصحافة والتلفزيون المصري عدم صحة الهدف. حتى هذا العام كانت هناك يعني ندوات، وكانت هناك يعني تحليل لهذا الهدف، وفعلا أفتوا بأنه الهلال ظلم في ذلك اللقاء. ويكفي أن نجمنا وكان نجم المباراة الكابتن عبد العزيز مهجستو أن ربت الرئيس حسني مبارك على كتفه قائلا له: هار لك يا كابتن، كنتم تستحقون الفوز. حقيقة الهلال ظل حاضرا في كل المنافسات، المنافسات المحلية هو دائما حاضر فيها ودائما ما يتصدرها، ولكنه ظل دائما حضور في المنافسات الإفريقية أيضا، خاصة على مستوى الأندية الأبطال. وكما ذكرت فقد حظي بالمنافسة على المباراة النهائية مرتين، ولكن تمنعت البطولة وهي الراغبة. والهلال يعني أيضا له يعني كثير من المشروعات التي تدفع به إلى الفوز بهذه البطولة الخارجية. نحن موجودون ونسجل حضور
ودائما نستفيد من المناسبات السابقة ومن المنافسات السابقة نبني عليها من أجل وضع أفضل في المنافسات القادمة. فالهلال عازم على إحضار هذه. وأنت تحدثت عن البطولة، نحن نعتبر حتى بنياس هي بطولة أتت من الخارج، يعني بطولة بنياس وكانت أيضا في أرض الأمارات، ولكن نتكلم عن المنافسات الأفريقية. إن شاء الله كلنا عزيمة وإصرار على أن نمضي في هذه البطولة إلى نهاياتها، وأن تتشرف هذه البطولة بأن تبقى في نادي الهلال العظيم. واجه الهلال بعضا من أفضل الفرق العالمية والعربية، فقد كان له شرف هزيمة فاسكو دي غاما البرازيلي، ولعب ضد الهونفيلد المجري بقيادة الأسطورة بوشكاش، ونازل الريد ستار ودينامو كييف. مشاركات الهلال الرياضية بدت في ملاغات يعني عدد من الأندية اللي هي كانت بتزحف نحو السودان في الموسم الصيفي دائما، وعدد من الدول لنشر فنون اللعبة ولي يعني يمكن إظهار براعة أولئك النفر يعني يمكن في دول العالم المختلفة وفق الأندية. وكان يمكن أول فريق زار السودان بانسيوس اليوناني ولعب مع الهلال عام 54، يمكن سبقه فريق حماسين الاثيوبي لعب 3 مباريات الهلال والمريخ والموردة وخسر جميعا يعني، لكن البداية الفعلية لأندية كبيرة ذات وزن. فريق من كبريات الفرق العالمية الآن لها يعني سيط يعني ساو باولو البرازيلي وسانتوس البرازيلي والهومبيد المجري وإسبارتاك التشيكي وإسبارتاك اليوغسلافي والريدي ستار اليوغسلافي والريدي ستار التشيكي يعني، وعدد من الإعلامات والعمل والشباب والرياضة كانت جزء من الوزارة. في إحراز الهدف الأول لفريق الهلال، ومن يمكن لعبة ركنية أساء تقدير دفاع الهلال، ارتطمت الكرة من العكس الركنية بكتف اللاعب عبد الله يونس الله جابو
وأخطأ سبت في تقديره فولجت الشباك، مما سار يمكن حفيظة الكابتن سبت وسار ثم هدأت خواطره ليتمكن جكسا من إحراز الهدف الثاني أيضا اللي هو حقق النصر للهلال. انتهت المباراة بفوز الهلال 2-1 وفريق فاسكو دي جاما، يعني يمكن دي كانت يعني انتصار خلدته يعني يمكن الصحف العالمية، ويمكن عندنا قصاصات وعندنا ذكريات لذلك الحدث الكبير. استدرج الجوهرة السوداء بيليه إلى استاده بأم درمان حيث خسر بهدف يتيم في مواجهة ما تزال حاضرة في ذاكرة الرياضة السودانية. يمكن دي كانت أول مباراة لفريق الهلال أمام الفرق البرازيلية، تلاه طبعا فريق سانتوس 73 وفريق فاسكو دي جاما، فريق ساو باولو البرازيلي أيضا في 73. الفريق بيناتهم كان 4 شهور، فبراير سانتوس وانتهت 1-0 لصالح سانتوس. كان هدف السروب، يعني الهلال قدم عطاء وافر ونجح شواطين. أشاد فيها اللاعب الكبير بجمهور الكرة السودانية في مداخلة صحفية قال خلالها أن الجمهور السوداني هو أفضل جمهور رياضي عربي قابله في حياته. طبعا الأندية الخليجية جاءت الخطوم والتغت عبر تاريخها يعني بفريق الهلال، يعني يمكن على مستوى الأندية الكويتية جاء فريق القادسية الكويتي ويمكن لعب مع فريق الهلال مباراة تاريخية، وكان طبعا مدجج بالنجوم يعني الكابتن قاسم يعقوب وحمد وحماد وفيصل الدخيل وأولئك الكوكبة النادرة يعني من اللاعبين الكويتيين، وكان فريق الغادسية في أوج عظمته ومجده. سبق لغة الغادسية بثلاثة أيام لغة فريق الهلال مع منتخب النجوم البريطاني اللي هو استخدموا نادي المريخ، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل، أحرز هدف الهلال شواطين. وسارت الجماهير كثيرا في وجه نجم الهلال التاريخي عز الدين الدحيش لأنه أضاع عدد من الأهداف، بل وصل الأمر إلى تحطيم سيارته. كانت المفاجأة بعد 3 أيام أن غاد الكابتن عز الدين الدحيش فريق الهلال لتحقيق نصر تاريخي ولعب كما لم يلعب من قبل وكان نجما للمباراة. هذه المباراة انتهت بفوز الهلال 3-0. لعل من الطرائف التي كانت تروى إنه بعد أن شيد نادي المريخ ملعبه ابتاع نادي المورده حافلة حديثة لفريق الكرة، فأطلق مشجعو الهلال دعابتهم بأن المريخ استاد والمورده حافلة والهلال كورة. لكن الأمر لم يستمر طويلا إذ سرعان ما دخلت إدارة الهلال في تحدي تشييد الملعب الذي أكمله لاحقا الكاردينال ليأخذ شكل الجوهرة الزرقاء كما نراها اليوم.
هذا الإستاد الذي منح بطاعته كما سبق وقلنا اللواء طلعت فريد أعطى الهلال والمريخ والموردة قطع أراضي بنوا فيها استعداداتهم. ممكن شهد ملحمة البناء واكتملت المرحلة الأولى عام 62، ويمكن الهلال بالعون الذاتي والدعم ودبوس نادي الهلال وعدد من الأنشطة الثقافية والأنشطة الرياضية نجح في بناء هذا الإستاد اللي هو تم افتتاحه في 26 يناير عام 68. ويمكن كان اللقاء الرئيسي للافتتاح بين فريق الهلال ومنتخب غانا البلاك ستارز اللي هم كانوا يعني أصلا فازوا يعني على مستوى الغارة الأفريقية، وجو بكامل نجوم. ووجهت الدعوة أيضا للرئيس الزامبي كينيس كاوندا، كان هنا في مؤتمر مشترك يعني وتوقيع بروتوكول ثنائي مع الزعيم إسماعيل الأسري، وجهت له الدعوة عشان يجي يقص شريط الافتتاح ويحضر هذا اللقاء التاريخي. كما وجهت الدعوة للأمين العام لجامعة الدول العربية عبد الخالق حسونة ووزراء المالية الأفارقة اللي هم تداعوا جميعا واجتمعوا في الخرطوم لإنشاء بنك التنمية الاقتصادية الموجودة الآن حاليا في أمام القيادة العامة. وانتهت المباراة بفوز منتخب غانا بهدفين مقابل هدف، وأحرز الهدف نجم الهلال جكسة، كانت ركلة جزاء سددها الراحل شريف صدها حارس المرمى وأكملها عز الدين أكملها نصر الدين عباس جكسة في الشباك، انتهت 2-1. وكان هذا الاستاد قد شهد أيضا في عام 78 تشييد المقصورة اللي هي في إطار صفقة توقيع قلة الكبير عبد العظيم قلة لنادي المقاولين العرب، جو عملوا وبنوا هذه المقصورة يمكن. والآن الاستاد في 92 شهد أيضا في نهائي أفريقيا بين بطولة الأندية الأفريقية بين الهلال والوداد أيضا صيانات وتحسينات، ثم الآن بحمد الله وتوفيقه أصبح مفخرة أفريقية للهلال وللوطن اللي هي الجوهرة الزرقاء. ما في رئيس عنده إنجاز غير أحمد عبد الرحمن الشيخ اللي هو بنى الاستاد ده من أول كسرناه ونحن. استاد الهلال شيد طبعا في الماضي بجهد خالص من الأهلة، ولكن الآن المرحلة اقتضت أن يحدث تغيير وتحدث مواكبة على غرار ما يجري في الاستادات العالمية، وبالتالي هذه المرحلة كانت مرحلة لتغيير شامل وبناء كامل، تغيرت الصورة تماما وأصبحت الجوهرة هي مفخرة لكل هلالي، وهي الآن مفخرة للسودان ليست للهلال. يعني المباريات في السودان ليست قاصرة عن الهلال أو المريخ، هناك المنتخبات الوطنية وهناك فرق تأتي، فحقيقة نستطيع أن نقدم لها جوهرة وتستطيع أن تلعب في الجوهرة وهي على علم تام وتقدير كامل لهذا المجهود العظيم الذي بذل والذي جعل الجوهرة إحدى المنارات الرياضية السامغة في إفريقيا وفي الوطن العربي. تعاقب على رئاسة نادي الهلال رجال ملء السمع والبصر، لكن أقربهم إلى قلوب الأهلة هو الطيب عبد الله، وأكثرهم عطاء هو الرئيس الحالي أشرف سيد أحمد الكاردينال. ما في شك طبعا نادي الهلال منذ تأسيسه وكان بابكر قبان هو الرئيس الأول لنادي الهلال، والأخ الكاردينال اللي هو الرئيس رغم 43 عبر مسيرة الهلال 43 رئيس يعني تبوأوا رئاسة هذا النادي. وما في شك الهلال كمدرسة وكيعني مؤسسة رائدة من يتبوأ رئاستها لا بد له أن يترك بصمات،
واضحة. نحن لو ذكرنا البعض قد نظلم الآخرين، لكن يعني يمكن في عهد كل رئيس كانت في بصمات التأسيس واضحة، ويعني وضع الأسس والبنات لنادي الهلال ديل. يمكن الرعيل الأول من الرؤساء تعاقبوا على نادي الهلال، لكن نذكر أيضا يعني من الرؤساء اللي هم خلدوا يعني في أفئدة الهلال، يعني يمكن الطيب عبد الله. الطيب عبد الله هو من الرؤساء الأقوياء اللي هم كانت لهم صولات وجولات عليه الرحمة. والطيب عبد الله لا غرو فإنه يعني هو ضابط إداري دفعة 1953، وهو تبوى يعني تنقل في عدد من المواقع القيادية في الدولة، حتى وكيل لوزارة الداخلية لما كان الإدارة والبوليس هم يعني منضمين لبعض. وعلى الرئيس الأبرز طبعا في الخارطة الطيب عبد الله، يعني رجل بتاريخه في الهلال، بتاريخه في الخدمة المدنية. الطيب عبد الله واحد من رموز الهلال، واحد من تاريخ الهلال المؤسس، هو ممكن يكون الرقم واحد. والله أبرز الإداريين اللي هو طبعا صالح محمد صالح، وحسن عبد القادر، عبد الله الرابع، عبد الله السماني. دي الحقبة التهد طبعا الجين الجيناها، وعمنا حمدنا الله أحمد رحمة الله عليه طبعا، ده من المؤسسين. عمر ريب، صالح ريب، آدم ريب، دل كلهم يعني الحمد لله وجدناه في نادي الهلال. صراحة يعني من الإداريين أنا ما بنسى، كلنا ما ننسى الزمن بتاع الطيب عبد الله. يعني الرئيس الطيب عبد الله كان، أنا جيت في وقته، والطيب عبد الله ومعه عبد الله السماني اللي هم كانوا واخذ وحدي. الهلال يعني ميزته انه معظم هؤلاء الرؤساء او الزعماء جو بانتخاب مباشر من الجمعيه العموميه، وده ادب الهلال. ومعظم من تولوا رئاسه الهلال تولوا مناصب كبيره في الدوله، عندهم سيره رياضيه عطره، عندهم سيره سياسيه عطره، عندهم سيره ادبيه عطره. عندي هنا احمد الله الليل مزرعه، رئيسنا بنا احمد الله، نادي صحي نادي عائلي، عندي مسبح هلا هلا، وان نكون سندا وعظما لمسيرة الهلال، وان نكون على العهد، ما كنا على عيب الحياة، ويشهد الله على ذلك، والله خير الشاهدين. ما بيتخلى لا لا بأحمد الله، لا لا بأحمد الله، لا لا بأحمد الله، لا لا بعندي رئيس، لا لا بأحمد الله، كردنا الإنجاز كويس، لا لا بأحمد الله، علي عدونا أحمد الله، أهو اللي بيجرس أحمد الله، يحب هلالنا أحمد الله، هو اللي بيدرس أحمد الله، كردنا وبالطبع لن يحلو الحديث عن هلال الوطن دون ذكر المدرب التشيكي جورج ستاروستا والبرازيلي ريكاردو، بالإضافة إلى لاعبي الهلال الذين شاركوا بل أعدوا فريق عام 87، خاصة المدرب جميل الذي يعود إليه فضل كبير في الصورة التي ظهر بها الهلال أمام الأهلي المصري. المدربين يعني يمكن التعاقبوا على الهلال يعني كثيرين، يعني يمكن من رجعنا إلى التاريخ القديم بدءا بصالح رجب والبنة، يعني ديل كانوا لاعبين في الهلال ثم تبووا التدريب. لكن احنا يعني يمكن لو عبر التاريخ الطويل، يعني الهلال الآن 88 سنة
من تأسس 1930 2018، لكن عبر هذه 88 سنة يعني تعاقب عليه يعني عدد من المدربين الوطنيين والمدربين الأجانب. أول من ترك بصمات واضحة وخط أسس متينة للهلال من المدربين الأجانب التشيكي جورجي الساروسا. الساروسا ما أن يذكر يعني إلا ويذكر نادي الهلال والعكس يعني. الساروسا وتدرب يعني يمكن على يديه نجوم أبزاز من فريق الهلال، يعني أيضا من المدربين تركوا بصمات يعني ميرسلاف أيضا هو يعني من المدربين تركوا بصمات واضحة، ريكاردو البرازيلي أيضا. عيبنا نحن ما بنصبر على المدربين وعلى النتائج دائما، يعني عشان كده بنطيح بسلسلة يمكن من المدربين الأبزاز اللي بيجوا بمروا وما بنصبر عليهم، يعني سواء كانوا وطنيين أو سواء كانوا يعني يمكن مدربين لا يشق لهم غبار يعني، لكن من أكثرهم شهرة جورج الساروس. كرة خطيرة، جول جول، الله، ضربة قوية موجعة للمريخ، الشعلة يشعل الملعب، الشعلة ولاها نار، نار يا حبيبي نار، الشعلة يتقدم للهلال، يتقدم الآن بهدف جميل، هدف رائع جدا. أنا دائما أحرص على القول بأن أكثر شيء يميز نادي الهلال وكيان الهلال هو هذه الجماهير، هذه الجماهير الوفية العاشرة المتبتلة والمنتشرة في جميع أرجاء الدنيا. هذا عشق غير مسبوق، يعني جمهور الهلال، يعني اللاعب الماهر قد يذهب ويأتي لاعب غيره، الإداري المتمكن قد، ولكن خاصية وروعة وجمال الهلال موجود في هذا الجمهور. هذا الجمهور متمسك بهذا الفريق ويرافقه في رحلاته الداخلية، بل أن البعض يرافقه في رحلاته الخارجية. ونحن نسمي جمهور الهلال بأنه هو فاكهة الملاعب وملح البطولات، ولا يقبلون أي يعني تهاون أو تخاذل في عشقهم السرمدي هذا، وهم الدافع وهم الذين يعطون الإلهام. نحن نقول دائما أنك عندما تعمل من أجل أسرتك أو من أجل شركتك فإن الفائدة تكون محدودة، ولكن عندما تعمل من أجل إسعاد جمهور عظيم كجمهور الهلال فهذه فائدة كبيرة، وقد يدخلك الله في خانة الذين خصهم الله بقضاء حوائج الناس. هؤلاء الناس يحبون الهلال جدا، البعض ليس كلهم بالأثرياء وليس كلهم بالأغنياء، بعضهم لا يملك في هذه الدنيا إلا حب الهلال وانتصار الهلال، هذا الانتصار هو الذي يدخلون بهم على أبنائهم وعلى أزواجهم وعلى أسرهم فيشيعون الفرح والبهجة. تعددت نشاطات نادي الهلال وكانت تنتمي إليه أنشطة كفرق التمثيل والكشافة والغناء، وأصبح أول ناد يستقطب النشاط الرياضي النسائي في كرة السلة وكرة القدم والسباحة أسوة بفرق الرجال التي قدمت أبطال المضامير عبر العصور.
هو طبعا نادي الهلال كنادي شامل للتربية البدنية، ما حكر لكرة القدم ولو انها هي الساس وهي اللعبة الشعبية الاولى اللي بيلتقوا ويلتفوا حول الناس عامة، لكن الهلال منذ بداياته يعني كان حريص على ادخال المناشط كرة السلة وتنس الطاولة والتنس الارضي والعاب القوة وايضا السباحة وايضا الشطرنج والبلياردو، وأدخل أيضا الكشافة، ويمكن فرقة القرب الفرقة الموسيقية النحاسية، ودي كلها أنشطة أدخلها نادي الهلال وكان في اهتمامه بنوع من التوازن. وفي هذه المناشط كلها برع يعني فريق الهلال وكان مسيطر على ساحة التنافس على مستوى كرة السلة ورائدات بنات يعني أو رجال، أيضا في مناشط السباحة وغيره خاصة فترة السبعينيات، وهذه المناشط ازدهرت أواخر الستينات وبداية السبعينات. على شعار